وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من البصرة الأكاديمي والإعلامي العراقي الدكتور نمير الخياط. أهلا ومرحبا بك دكتور نمير. أهلا وسهلا، أهلا بك، وتحياتي إلى قضايا الترافدين وإلى جميع المشاهدين الكرام. حياك الله. بداية دكتور، متظاهرو محافظة البصرة أكدوا تعرضهم لتهديدات بالقمع في حال بقائهم داخل خيام الاعتصام، لماذا برأيك هذا التعامل الخشن والمفرط من قبل قوات الأمن مع متظاهري البصرة بشكل خاص والمتظاهرين بشكل عام؟ أعتقد أن هنالك أزمة حكم في العراق، يعني أعتقد أنه الشعب يرغب بالقادة الموجودين الحاليين كونه هم سبب الأزمة وسبب أنه هذا النفق المظلم اللي قاموا في العراق، ولا القادة قادرين على إنقاذ الشعب ولا الشعب قابل لهذه القيادة. هنالك أزمة حكم اليوم، الجماهير الموجودة في العراق تعيش في وسط هذه الأزمة وليس في الجرف أو الحادث. هذا السبب هنالك تظاهرات في البصر وتظاهرات كما نعلم هو حق دستوري بسبب تراكم السياسات القاطعة من عام 2003. كانت المظاهرات عندنا بالبصرة في داخل الجامعات وأروقة المدارس والجامعات، والعصر كانت في ساحة البحرية حتى منتصف الليل. اليوم اللي جاي يحدث في الساحة البصرية حقيقة انه عدم قبول وعدم رضا الطلبة من الواقع الحالي استقلالية الحراك الطلابي، وهذا كان كله هدفه من اجل حكومة وطنية سيادة مستقلة واستقلال العراق، الا انه مع الاسف انه الطيف الحاكم ما جاء يعي لهذه القضية ولا جاء يلتفت للجماهير ولا جاء يستجاب لهم. اليوم عندنا في جامعة البصرة الحكومية وجامعة التقنية هنالك مجموعة من المتظاهرين اللي غلقوا حتى ابواب الجامعات بسبب الاعتقالات صارت من ليلة امس بالساعة اعتقد 4 فجرا، من اجوا المتظاهرين ونصبوا القيم استعدادا للصباح. قامت قوات من الاحزاب الفاسدة ومن الميليشيات التابعة للاحزاب ومن الحشيد طيب. ومن العصائب اعتقد باعتقال تقريبا 4 طلاب. طيب، لهذا السبب نلاحظ انه هذه الجامعات صار فيها اعتصام وغلقوا ابوابها. اما بالنسبه الى الجامعات الاهليه الكنوز، جامعه الكنوز وجامعه شط العرب، جامعه الفرايدي فهي اساسا مغلقه وما بها اي دوام. طيب، يعني طلاب البصره كان لهم دور كبير في ثوره تشرين، كيف تقيمون هذا الدور؟ والله يا اخي يعني الانعكاسات السلبيه اللي صارت من الطيف الحاكم على الواقع يعني اساء الى الصناعه في العراق، أساء إلى مشروع الزراعة بالعراق، دمر الواقع بجميع مجالاته حتى التعليم بالعراق. مع الأسف يعني التعليم لو نقارن اليوم التعليم بالعراق مع التعليم اللي كان في السبعينات اللي كانت تتوافد الأساتذة من جميع دول العالم وطلاب جميع الدول العربية أن تدرس بالعراق، اليوم أصبح العراق مع الأسف دولة طاردة للعلماء وللعلم. مع الأسف كون أنه ثقافة السلطة الحاكمة كان يجري باتجاهات حزبيه مغلقه بعيدا عن واقع التعليم. اليوم واقع التعليم جاي يعاني من مشاكل كبيره مثل ما تعاني جميع الوزارات اللي موجوده في العراق. هذه المساله حقيقه بداوا الطلاب يعانون من مستقبل، من سيناريو مظلم، عدم وجود تعيينات، عدم وجود مجال للعمل، عدم اعتراف بالشهاده العراقيه. طيب، هذه كلها عباره عن انفاق مظلمه بدأ يشعر بها الشارع العراقي، وبدأ يعرف بسبب هذه التراكمات السيئة للسلطة الحاكمة عام 2003. طيب، دورهم في ثورة تشرين كيف كان؟ والله يا أخي يعني هي ثورة تشرين يعني لو هسه لو واحد ينظر للواقع العراقي يعني قبل الثورة ويلاحظ أنه الواقع العراقي عبارة عن مجتمع مقسم، وجود حكومة، هذه الحكومة كانت قادرة أو عملت على إنتاج هذه الفوضى وإنتاج هذا التقسيم. هنالك تدخل أمريكي وإيران منطقة، تدخل أمريكي وإيراني من أجل السلطة ومن أجل النفوذ. طيب، هل تعتقدون أن دور الطلبة في 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 ثورة تشرين خصوصا طلاب البصرة هو الذي جعلهم أن يكونون هدفا للقوات الأمنية سواء بالقتل أو الاعتقال؟ والله
والله أخي أعتقد أنه مو بس طلبة البصرة، جميع الطلبة اللي موجودين في جامعة الناصرية والعمارة وكربلاء كل جاي يعانون من نفس المصير، كونهم كل مناهضين إلى سياسة الحكومة الحالية اللي هي عرابة الاحتلال. فاليوم اللي جاي يجري البصرة سمعنا أنه من زملاء في ذي قار أنه هناك ظروف أسوأ وأصعب واعتقالات أكبر، السلطة ساقطة في محافظة ذي قار. اليوم بالبصرة كنا وياهم لحد الساعة 12 اليوم الظهر، وهم واقفين باب الجامعة يطالبون بحقوقهم، يطالبون بحكومة وطنية، يطالبون بعراق ذو سيادة مو عراق مكشوف في الدول الأجنبية، يطالبون بالاستقلالية، يطالبون ب يعني نوع الناس اللي يتمنونها حكومة تنظر للشعب، حكومة تنظر للجماهير، حكومة تكون قريبة من الواقع، قريبة من الإنسان. لكن مع الأسف هذه الأمور كلها تبين انه من عام 2003 لحد هذا اليوم هي كانت مجموعه من التآمرات على هذا الشعب وعلى هذا الوطن. طيب اليوم خرجت تظاهرات طلابيه طالبت بالافراج عن الزملاء المعتقلين بالنسبه او من الطلاب، والقوات الحكوميه يبدو انها رضخت لمطالب المعتصمين وافرجت عن الطلاب المعتقلين. حسب رأيك دكتور، يعني إلى أي مدى يمكن أن يكون تأثير الاعتصامات فاعلا في تحقيق مطالب المتظاهرين؟ نعم، الكل استقلالية في الحراك الطلابي، هنالك استقلالية في هذه الثورة، هنالك سلمية بجميع أطرافه. لكن بعض مع الأسف أنه هذه الميليشيات اللي تابعة للدولة أو تابعة للأحزاب يعني تستفزهم بعض الاحيان وتعتقل مجموعه من عندهم. قبل ثلاث ايام قتلوا اثنين من الصحفيين اللي سمعتوا بهم اعتقد في البصره، اللي هو اللي يشتغل في فضائية الدجله اعتقد احمد عبد الصمد، نعم، والمصور صفاء غالي. نعم، هذا كان يشتغل في فضائية الفراق، اليوم يشتغل في فضائية الدجله، والرجل يعني يحكي الواقع يحكي المنطق. لكن هذا الموضوع ما يصرف لهم كون انه هذا ينصف او راح ينشر هذه الاخبار الى مسافه ومسافه، فاعتقلوه. هذا ما اثار الشارع العراقي، يعني هي السلميه وبالتالي تواجه بجانب عسكراتي. اليوم الطلاب اللي اخذوهم اربعه بقت الانتفاضه والحراك الطلابي في داخل الجامعه الى ساعه 12 اعتقد الظهر، يلا فرجوا عنهم. واحنا هاي صار لنا تقريبا شهرين هو الاعتصامات الطلابيه في داخل الجامعي وما يدخلون للمحاضرات من اجل تلبيه مطالبهم من اجل الحكومه الوطنيه. دكتور نمير الخياط الاعلامي العراقي والاكاديمي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من محافظه البصره.